هذا اعتقاد خاطئ خاطئ خاطئ، لانه الحرقه اللي كتجي للمراه الحامل هي جايه من جراء رجوع ديال حموضه من المعده للقرجوطه لوزوفاج، فكت داك الحموضه كتعطي التهاب في القرجوطه، وداك التهاب في القرجوطه هو اللي كيعطيك داك الحرقه. فملي كنعطيو حنا ادويه ضد داك الحموضه اللي ما كتبقاش الحموضه ما كتبقاش الحرقه. باش ناكد على ان هذا اعتقاد خاطئ، ماشي كاع النساء الحوامل كيجيهم الحرقه، اللي ما كتجيهمش الحرقه واش كيولدوهم قرع؟ ما كيولدوش قرع، كيولدوهم تما بشعرهم. فالنمو ديال الشعر الجنين ما عنده حتى شي علاقه بهذه الحرقه هذه. هذا اعتقاد خاطئ 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 جدا.